مرحباً. وفقاً لمعلوماتنا، فإن الإنسانية هي الفصيلة الوحيدة الذكية في العالم. وبينما يواصل علماء الفلك البحث عن مخلوقات فضائية، إلا أنه لا يسعني سوى التساؤل، ماذا لو كانت هناك أشكال حياتية أخرى موجودة معنا على وجه كوكب الأرض؟ ماذا سيكونون وماذا سيعني لنا ذلك؟ فكر في الأمر. حتى إن وجدنا حضارات أخرى بين النجوم، فما مدى استعدادنا للالتقاء بمخلوق ذكي آخر لا ينتمي إلى البشرية؟ قد يشكل ذلك مشكلة بالنسبة إلينا، ولكن إن اعتدنا مشاركة بيوتنا مع حضارات أخرى ليست بشرية، سنكون جاهزين أكثر للدخول في مفاوضات مع المخلوقات الفضائية. من يدري، فربما كان سيحالفنا الحظ في العثور عليهم إن كنا مستعدين لهذه المواجهة عبر التعلم من مخلوقات أخرى هنا على كوكب الأرض. وهذا الاحتمال ليس مبهماً كما يبدو. قد تؤدي بنا العديد من السيناريوهات إلى مشاركة كوكبنا مع مخلوقات عاقلة أخرى. قد يكونون أيضاً تمكنوا من التطور طوال ملايين السنين كما هو الحال معنا. قد يأتوا إلى هنا من مكان آخر من بين النجوم. قد نكون حتى ساكنين مسبقاً مع نوع آخر من الجيران على المقياس الكوني، إلا أننا لا نفهمهم بالكامل. ولكن سنعود إلى هذه النقطة لاحقاً. على الأقل نحن لسنا الفصيلة العاقلة الوحيدة التي عاشت على وجه الأرض. لا أقصد الأشخاص الذين يشبهون السحالي وعاشوا في عصور ما قبل التاريخ أو أي تفاهات أخرى تخالف العلم. أقصد البشر البدائيين، يشبهوننا كثيراً وكانوا أيضاً أسلافاً للقداميات، أي أعلى رتبة للثدييات. كانت أدمغتهم أكبر من أدمغتنا حتى، واستعملوا شتى الأدوات وطبخوا الطعام. لم يكونوا في ذكاء البشر، ولكن كان لديهم طريقتهم في التواصل فيما بينهم. ومن ثم بعد 40,000 سنة انقرضوا جميعهم وتركونا بمفردنا لبناء أسس الحضارات المستقبلية. هذه قصة محزنة يعرفها الجميع، باستثناء أنها ليست صحيحة بالكامل. في الحقيقة نحن عشنا جنباً إلى جنب مع هذه الفصائل المتطورة لحوالي 5,000 سنة. هناك أدلة في بعض البقايا التي وجدت في إقليم أوروبا اليوم عن سكن الإنسان المعاصر مع البشر البدائيين، وكانوا على وفاق حتى في الواقع، حتى أن حمضنا النووي متطابق بنسبة 99%. كان هناك بشر عاشوا معهم وشاركوهم السلالة، لم تكن حالات فريدة من نوعها، ولكنه أمر شائع للغاية. إلى حد الساعة يعثر على أجزاء من الحمض النووي للإنسان البدائي حوالي 1 أو 2% في الحمض النووي البشري. إذن حصلنا على الجواب، إن عاش البشر البدائيون معنا ولم ينقرضوا في المقام الأول، فمن المرجح أننا لن نلاحظ وجودهم معنا اليوم. لقد تم دمجنا مع بعضنا البعض بشكل مثالي، لدرجة أنه من الصعب فصل الإنسان البدائي عن الإنسان العاقل. طبعاً بمعزل عن ذلك الإنسان البدائي الذي يعيش في حينا ويهوى عزف الموسيقى بشكل صاخب في 3 صباحاً، أو في حالة أخرى إن لم يكن أي منا من هواة التهجين، فربما كانوا سيتطورون ليصبحوا حضارة منفصلة مثلنا تماماً. بالنسبة لنا سيكونون شعباً منفصلاً يعيش وفقاً لقوانينه الخاصة، ونملك علاقات اقتصادية وسياسية معهم. ولكن إن اكتشفنا أن أشكالاً حياتية أخرى قد تطورت إلى حد الساعة ولا نملك أي قواسم مشتركة معهم، فستكون هذه مسألة أخرى. والمرشحون الرئيسيون ليسوا من القداميات على الإطلاق. بعض الكائنات الاجتماعية التي تشبه القردة مثل الشمبانزي أو الغوريلا قادرة على استعمال المعدات البسيطة والتواصل فيما بينها، ومع ذلك يشعرون براحة أكبر في مكانهم الخاص وليسوا متلهفين لحذو حذو البشر. القطط والكلاب والغربان حيوانات ذكية، هذا مما لا شك فيه، ولكن ذكاءها يتكيف مع البشر ولن يتطور بالضرورة إلى فصيلة منفصلة. أما الدلافين هم أقرب منافسين على مستوى الذكاء. أولاً يجب توضيح ما يعتبر فصائل متطورة فكرياً. إحدى علامات الذكاء في الأشكال الحياتية هي قدرتها على التفكير بشكل تجريدي،
تظهر هذه القدرة عند حل الاختبارات والمشاكل المعقدة التي سيتم إثباتها إن تمكن المخلوق مثل الغراب أو الأخطبوط من حل تمرين عبر المرور بعدة خطوات. شيء واحد بالغ الأهمية هنا، إن كان الحل يشمل استعمال بعض أنواع المعدات، لا يجب أن تكون هذه الأداة مألوفة لمن يخضع إلى هذا الاختبار. فمثلاً يمكنك ترك أخطبوط مع مطرقة صغيرة ووعاء به مكافأة بالداخل. سيستغرقه الأمر بعض الوقت، ولكن سيعرف الأخطبوط أن بإمكانه رفع المطرقة وأنها ثقيلة بما يكفي لكسر الوعاء. حقيقة أن الأخطبوط لم يرى مطرقة من قبل لا يجب أن تكون عائقاً أمامه. إذن لا يأتي الحل مع التجربة، ولكن من القدرة على الاكتشاف الفوري لطريقة استخدام أداة وفقاً لخصائصها. بعبارة أخرى، يمكن لبعض الفصائل تعلم الأشياء وتجميع المعارف مثلنا تماماً. هذا مثير ولكن لا يعتبر كافياً. يشتمل التفكير التجريدي على سلوك اجتماعي معقد الذي يسمح للفصائل بالتواصل وتمرير معرفة مكتسبة والتعاون على حل مشكلة ما. وعلى هذا المستوى لا يمكن سوى للدلافين والحيتان التألق في هذا المجال. أثبت مسبقاً أن الدلافين وبعض الحيتان ذات الأسنان تملك نظاماً معقداً من الإشارات الذي يشمل حتى منادات بعضها البعض بالأسماء. يعتبر ذكاؤهم متطوراً جداً، ولكن لا شيء مقارنة بنا. القيد الوحيد للتفاعل مع العالم من حولها هي أجسامها، خاصة افتقارها إلى ميزة اليدين. لا يمكنهم سوى الابتكار والتجربة بقدر ما تسمح به أجسادهم. نظراً لذلك، يبدو العالم الافتراضي حيث نتشارك كوكبنا الأم مع فصائل ذكية للمحيط أمراً رائعاً فعلاً. يغطي المحيط أكثر من نصف مساحة الكرة الأرضية، وليس لدينا أي مطالب عظيمة للحصول على تلك المناطق بما أننا اعتدنا العيش في البر. ربما سيمنحوننا طرقاً أفضل للإبحار أو التنقل عبر المحيطات أو ضمان سلامتنا فيها. ففي النهاية تعرف الدلافين مسبقاً بمرافقتها للسفن وإنقاذ الناس من الغرق، حتى لو كانت جميع تصرفاتها في الحقيقة مجرد لعبة بالنسبة لها أكثر من خيار أخلاقي حقيقي. احتمال آخر ولكنه في منتهى الغرابة، وهو أننا في النهاية سنلتقي بالمخلوقات الفضائية الذكية، ولكن ماذا لو بدلاً من غزو أو خوض بعض التواصل الهادف ينتهي بنا الأمر مع لاجئين فضائيين؟ تخيل مركبة فضائية تأتينا بحثاً عن المأوى والوقود. في هذه الحالة ستحتاج الإنسانية إلى أن تتحلى بالصبر والتضامن، ليس فقط لأنه أكثر الأشياء الإنسانية التي يمكننا فعلها، بل أيضاً لأن الجائزة مقابل ذلك ستغير مجريات حياتنا بالكامل. تخيل مقدار ما يمكنهم أن يخبروننا به أو يعلموننا إياه. السفر عبر النجوم هو في حد ذاته أمر غامض بالنسبة إلينا، ولكن يمكنهم أن يجلبوا لنا أكثر من ذلك بكثير، مصادر للطاقة أو إعادة التدوير أو التواصل حتى. ففي النهاية من المحتمل أن يكون هؤلاء المخلوقات الفضائيين مختلفون عنا بشكل يصعب إدراكه، ولكن من المؤكد أنهم سيكونوا اجتماعيين بما يكفي لكي يسمحوا لنا باكتشاف المزيد من العلوم والهندسة المتقدمة أكثر مما لدينا. وهذا يعني أننا سنحظى بفرصة تكوين بعض العلاقات معها. ربما سيكونون مختلفين على الصعيد الفسيولوجي أيضاً، وهذا يعني أنهم قد يكونون أفضل منا في العثور على ملاجئ تحت المياه أو في الصحاري أو على الجليد أو على أعلى قمم جبال الأرض. قد تسمح لهم علومهم باستعمال ما لدينا بوفرة من مصادر للطاقة أو طعام. لذا فإن مشاركة كوكبنا مع حضارة أخرى لن يكون كارثة إن لم نحكم عليهم مسبقاً وأخذنا وقتنا ببساطة لفهمهم. بناء على تاريخ العالم، حظاً سعيداً في ذلك. وأخيراً قد تعترضنا عثرة في الطريق. لقد أنشأنا أرضية صلبة ومثالية لتطوير علاقات مستقرة مع مختلف أنواع الذكاء، ونحن من نصنع ذلك في الحقيقة. أقصد بذلك الذكاء الاصطناعي بطبيعة الحال. في شكله الأساسي لدينا فهم واضح لكيفية عمل الذكاء الاصطناعي، ولكن إليك السبب وراء الرفض العلني لنصف المجتمع العلمي لأي تطور مستقبلي لهذه التقنية. نملك اليوم سيطرة كاملة على أشكاله البسيطة، ما لم يحصل على القدرة على التعلم والتطوير من نفسه.
التحدي الذي نواجهه مع الذكاء الاصطناعي أنه ليس لديه حدود جسدية، ربما لا يحتاجنا بقدر ما سنحتاجه. إنه لأمر صعب أن تكون لديك علاقة متساوية ومنصفة مع شيء كهذا، ومع ذلك يعتبر الذكاء الاصطناعي الذي نملكه اليوم وسيلة مفيدة لتجهيز أنفسنا والاستفادة منه بقدر الإمكان. حسناً، إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم فضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع الأصدقاء، وإليك المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة والممتعة. للمشاهدة اضغط على اليمين أو اليسار، ولا تنسى البقاء على الجانب المشرق من الحياة.